السلام عليكم بعد زيادتها خمسة في قائمة بأسعار السجائر اليوم الخامس السابع والعشرين من يونيو بالأسواق والمحال التجارية تشهد أسعار السجائر اليوم الخامس السابع والعشرين من يونيو 2024 استقرارا ملحوظة بالأسواق والمحال التجارية بعدما ارتفعت مرتين متتاليتين خلال عام 2024 باختلاف أنواعها منذ فبراير وأبريل الماضيين وينشر المصري اليوم خلال السطور التالية أسعار السجائر اليوم في الأسواق والمحال التجاريات طبقا للأسعار الحقيقية الأخيرة المنشورة من جانب الشركات المنتجة بعد الزيادة الأخيرة والتي تم تطبيقها في الثالث والعشرين من أبريل الماضي في أسعار السجائر بالمحال التجارية والتي جاءت على النحو التالي قائمة بأسعار أنواع السجائر بعد الزيادات الأخيرة بالأسواق والمحال التجاريات الكليوباتران بوكس عبأه عشر سجائر ، بسعر 24.5 جنيه. كليوباترا بأنواعها المختلفة عبأه عشرين سيجاره بسعر 34.5 جنيه. مؤندياً ، بومونات ، بوسطون بأنواعها المختلفة بسعر 34.5 جنيه. فاسروي بلا مال بسعر خمسين جنيه ميريت ميريت بأنواعها بسعر تسعين جنيها مارن البورو بأنواعها بسعر أربعة وثمانين جنيها مارن البورو كرافة دي كرافتد بأنواعها بسعر أربعة وسبعين جنيها الاند ام ال ام بانواعها بسعر 64 جنيها للعبوه السعر الرسمي لعبوه التباغي المسخن حيت سيليكسينز بانواعها بسعر 64 جنيها للعبوه. عبئه التبغ المسخن هيتس سدر بانواعها بسعر 64 جنيها للعبوه. السعر الرسمي لعبوه التباغ المسخن تري بانواعها بسعر 64 جنيها للعبوه. وين ستون احمر بسعر 55 جنيها. وين ستون ازرق بسعر 55 جنيها. وينستون سئل فرو بسعر خمسة وخمسين جنيها وينستون كأستر بسعر خمسة وخمسين جنيها وينستون توت بسعر سبعة وخمسين جنيها كامل أصفر بسعر ستين جنيها كامل أزرق بسعر ستين جنيها كامل نيكات بسعر اثنان وستين جنيها جولة كوسة بسعر خمسة وثلاثين جنيها يشار إلى أن الشركة الشرقية آيس نوكا ومباني في أبريل الماضي رفعت سعر السجائر للمرة الثانية في الربع الأول من العام الجاري بخمسة عشر في المئة كما رفعت شركة فيليب موريس مصر أيضا بذات الشهر أسعار السجائر بالأسواق وأيضا رفعت شركة اليابان الدولية للتبغيات آي مصر أسعار السجائر بين جنيهين وخمس جنيهات باختلاف نوع العبوة وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم